بشار ويلا ارحل يا بشار ويلا ارحل يا بشار ويا بشار ويا كذاب وتضرب انت وهالخطاب الحري صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار. لم تعيشها الأمة الإسلامية فيما مضى فترة شعارها قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أنا أقول لكم هذا الاسم تبقى وكل من على شاكلته من حكام البلاد العربية والإسلامية وقسمة لم تخطر بباله ولا ببال غيره. تكبير الله تكبير الله تكبير. قلت هو ومن قبله وبشار ومن على شاكلته ومن بعدهم لن يستطيع أحد منهم أن يصمد لما أعده الله سبحانه وتعالى لهم. الأمة الإسلامية لا تقوم إلا على أساسين: العدل والقرآن. أمة المسلمين لا تحكم بغير القرآن. ما يجري حقيقة في سوريا، في إدلب، في حلب، في حمص، في باب عمرو، ما يجري فيها يوميا أكبر بكثير مما ترونه في الإعلام. ويا الله يا صمد أسقط أسقيط الأسد. يا الله يا صمد أسقط أسقيط الأسد. يا الله يا صمد وأسقط أسقيط الأسد. ويا الله يا صمد أسقط أسقيط الأسد. يا الله يا صمد وارحل لي ارحل يعني ارحل 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 يعني حول ولا قوة. الله أكبر عاصفة. بشار نسيفة. الله أكبر عاصفة. ولي بشار نسيفة. الله أكبر عاصفة. ولي بشار نسيفة. الله أكبر عاصفة. أن يعلموا أن مسلمي العالم كلهم معهم وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم وأن شهداءهم هم فرط لهم على أبواب الجنة وأن الله سبحانه وتعالى سيحقق لهم إن شاء الله عز وجل. كانت دائما أرض الأشاوس، أرض الأحرار، أرض الشام الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق سيبقى فيها إلى أن تقوم الساعة وإلى أن تقوم الدنيا وما فيها. سوريا إن شاء الله عز وجل سينقذها الله سبحانه وتعالى بجنود من عنده. هو الذي أنقذ رسوله ونجى المسلمين وهم قلة وهم أذلة، قادر سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان أن ينصر عباده المسلمين. لا إله إلا الله. نحن في هذا البلد الطيب أرض المغرب، بلدنا لم يكن نشازا عما عرفته بلاد العرب العالم بلاد العرب والمسلمين من ظلم ومن قهر ومن جور ومن فساد، لكن شاء الله سبحانه وتعالى بفضله وبحكمته ومن عنده أن يوفقنا إلى أن نجتاز هذه المرحلة بما شاء وكيف شاء. لكن يجب أن نعلم وأن يتذكر الجميع أن أرض المغرب بعد اليوم لا مكان فيها للظلم، لا مكان فيها للقهر، لا مكان فيها للجور. تكبير. لا مكان فيها للفساد. تكبير. لا مكان فيها للاختلاس. لا مكان فيها لحكم غير حكم الله. تهليل. ومن كان مصرا على الفساد
فليختر أرضا غير أرض المغرب. والشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط الفساد. هذه كلمة اخترت أن أنتهي بها لنبقى دائما على يقظة. شاء الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا لحظة عقل وصبر وثبات، ملكا وشعبا وحكومة وسياسيين. الله أكبر. شاء الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز هذه المرة الحرجة. الله أكبر. لكن ما زلنا جميعا نحتاج إلى يقظة. المدسوسون في كل مواقع ما زالوا يريدون أن يوقعوا بهذا البلد وأن يحتفظوا فيه على امتيازات الفساد الذي كانوا يعيشون به، ونحتاج إلى يقظة تجنبنا وتجنب بلدنا إن شاء الله كل ما قد يأتي منهم، والله غالب على أمره.